أخبار اليوم. من 10 شهور أصدقائنا في بريطانيا طلبوا مننا إن إحنا نطمنوا على إجراءات التأمين اللي بتتم في مطار شرم الشيخ، وده كان أمر طبيعي إن إحنا نبقى مقدرين الشوارع دي لكل أصدقائنا اللي بيبعتوا مواطنين إلى مصر عشان يبقوا مطمئنين هذه المناطق أو المطارات أو المقاصد السياحية آمنة ومستقرة. واستقبلنا خلال الفترة اللي فاتت بالكامل 10 شهور اللي أنا بتكلم عليهم دول أصدقائنا البريطانيين عشان يطمئنوا نفسهم على الإجراءات اللي إحنا بنعملها في مطاراتنا، مش بس في مطار شرم الشيخ. وده حتى بعد سقوط الطائرة المصرية كان في اتصال بين دولة رئيس الوزراء عشان مزيد من الإجراءات ومزيد من التفقد، وأنا تفهمت ده، تفهمت إن دولة رئيس الوزراء عايز يطمئن على المواطنين البريطانيين من حق، واستجاب لكل مطالبه في إنه يجي والعناصر تيجي وتتفقد وتطمن على الإجراءات اللي إحنا عملناها في 13 شهر. ونقول مرة كمان إن إحنا مستعدين نتجاوب أكتر مع أي إجراءات تطمن كل أصدقائنا على إن الإجراءات الأمنية اللي موجودة في مطار شرم الشيخ كافية وإن المطار مؤمن بشكل جيد. أنا وجدت من فخامة رئيس الوزراء تفاهم وتقدير الجهود اللي إحنا ورد فعلنا تجاه المطالب من جانب أصدقائنا في الفرنسا. وكمان وجدت تفاهم لأهمية إن هذا الموضوع ما يكونش له تأثير في أسرع ممكن على مستقبل عودة المواطنين البريطانيين اللي احنا بنسعد بوجودهم في مصر في أسرع وقت ممكن.